السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقنية دائما تقدم لنا حلول، واليوم الحل اللي موجود معانا هذا المساعد الشخصي للتذكير بالأدوية الموجودة لديك. طبعا البرنامج في الأبل والأندرويد بنفس الاسم، كل اللي عليك انك انت تحمله وناخذ نظرة من داخل البرنامج. اول شيء بنلاحظ عندنا علامة الزايد في اليسار فوق، نضغط عليها لاجل نضيف الدواء المطلوب. نختار الأيقونة الأولى إضافة الدواء. بعد ما نضغط على هذه الأيقونة يطلبنا اسم الدواء، نحط الاسم العلمي. خلينا ناخذ كمثال البنادول كأقرب مثال عند الكل. نكتب اسم بنادول وشوفوه بيظهر معانا بهذا الشكل. نختار البنادول. بعد كذا الأيقونة الثانية شوف مكتوب عليها الجرعة، طبعا تحدد الجرعة المعطى لك والوحدة، الوحدات كلها ظاهرة. الآن حددنا الجرعة، نجي للشكل. لما تكون عندك أدوية كثيرة أحيانا الواحد بيتلخبط في مسميات الأدوية، هنا أنت تقدر تحدد شكل القرص اللي أنت بتاخذه، فبالتالي ما راح يشكل عليك الدواء. طبعا تقدر تحدد شكل القرص ولون القرص كمان برضو. نرجع الآن نضغط أيقونة التالي، فبهذا الشكل إحنا ثبتنا اسم الدواء وجرعته. طيب وتيرة التكرار عندك كل يوم حسب الحاجة، أيام محددة حسب ما هو معطى لك الدواء، وكم مرة تأخذ الدواء في اليوم. طبعا زي ما احنا شايفين الخيارات مفتوحة عندنا إلى 24. الآن حددنا أنه مرة واحدة في اليوم، متى الوقت اللي أنت راح تأخذ فيه تقريبا. وعندنا أيقونتين تحت البداية من أي يوم، وانقر اللي تعيين تاريخ الانتهاء إذا كان الدواء محدد بأربع أيام خمس أيام، تحدد هذه الأيقونات. بعدها نضغط، وهذه أهم ميزة في البرنامج، بيعطيك يقول لك كم حبة دواء متبقية معك وتبغاني أسوي لك تذكير بالتعبية. لو نفترض أنه معانا 15 حبة، راح يعطيك تنبيه قبل لا تنتهي العلبة تبعك بخمسة حبوب، ووقت التنبيه أنت راح تقدر تحدده. بهذا الشكل أنت الآن خليت المساعد على دراية كاملة موجودة معك، تضغط تم ونقول له الاستمرار إلى الشاشة الرئيسية، فبالتالي لما أرجع بأشوف أنه أنا والله صار عندي دوايين الآن موجودة، وفوق هذا أشكال كل دواء، شوف القرص. والأهم من هذا كله شوف الدواء البرتقالي اللي فوق محطوط عليه علامة صح، أي أنه أعطاني التذكير وأخذت الدواء في نفس الوقت، فبالتالي بيبين لك أنه هذا الدواء بالفعل أنت أخذته. وفي الختام أسأل الله الصحة والعافية لكل مريض. كان معكم أخوكم يوسف أحمد النقيب، دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.